موقع القارات. احنا قلنا الاشكاليه في الموضوع، قلنا افريقيا بيحدها من جهه الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي، تمام، من الشمال البحر المتوسط، من الغرب المحيط الاطلنطي، تمام. اما من جهه الجنوب فقلنا ما فيش حاجه بتحدها من الجنوب. ليه؟ لان المحيط القطب الجنوبي بيبدا من عند دايره عرض 60 جنوبا، انما قاره افريقيا بتبدا من عند دايره عرض 34 ونص جنوبا، فاصبح في مسافه بين 34 ونص جنوبا ل 60 جنوبا. المسافه دي كلها فيها ايه؟ فلما دورنا لقينا فيها التقاء المحيط الهندي مع المحيط الاطلنطي، تمام، ده الفاصل بينهم. نفس الكلام مع قاره امريكا الجنوبيه، لقينا ان في الجنوب بتبدا من عند 56 جنوبا، ففي اربع درجات عرض بينها وبين بداية المحيط القطبي الجنوبي. فنفس الكلام قلنا جهة الشرق بيتبع المحيط الأطلنطي وجهة الغرب بيتبع المحيط الهادي، لأن في الموقع الجغرافي قلنا الموقع بالنسبة لليابس والماء المتجاورين. نيجي لقارة استراليا، في قارة استراليا قلنا في الجنوب المحيط الهندي، في الغرب المحيط الهندي، في الشمال بحر أرافورا، في الغرب المحيط الهادي. ليه قلنا في الجنوب هنا المحيط الهندي؟ لأن المحيط الهندي بيفصل بينه وبين المحيط الهادي خط طول 170 شرقا، ف 170 شرقا بيقع في شرق قارة استراليا، مما أدى إلى وقوع كل جنوب قارة استراليا أو جنوب قارة استراليا ضمن المحيط الهندي. فقلنا المحيط الهندي بيحد استراليا من جهة الغرب ومن جهة الجنوب. طبعا المحيط القطبي الجنوبي بعيد لان عند دايره عرض 60 جنوبا، انما بتنتهي قاره استراليا عند دايره عرض 44 جنوبا. تمام، ماشي. توضح ليه؟ توضيح للموقع الجغرافي لجنوب افريقيا، قاره افريقيا وقاره امريكا الجنوبيه وقاره استراليا. تمام، لان الطلبه بتتساءل ليه احنا ما قلناش قاره افريقيا بيحدها من الجنوب المحيط القطبي الجنوبي، او قاره امريكا الجنوبيه بيحدها من الجنوب المحيط القطبي الجنوبي. تمام، شكرا يا استاذ عمرو.